السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير، وتكونوا كتمتعوا إن شاء الله كما العادة بصحة جيدة وأحوال جيدة إن شاء الله. حبيباتي اليوم بغيت سمحوا لي، بعد أول حاجة غنقولها لكم أنني بديت في شرع العمل، يعني شرعت في العمل ديال تحضير هذه الوصفة، وأنا نقول لما لا، علاش ما نشاركهاش معاهم مع البنات؟ يعني كتجي غزالة هائلة. وقلت مع راساتي دابا نشعل الكاميرا وغادي يعني نسجل هاد الوصفة ونقتسمها معكم، لأن كنت قررت أنني نديرها هكاك، يعني بلا ما نسجلها. كانت هذه هي الفكرة، كنت غادي نحضرها بدون تسجيل، وعاود يعني عاودت الفكرة وعاود قلت مع راساتي علاش لي ما نشاركهاش مع البنات مع هاد المناسبة ديال العيد اللي جاي إن شاء الله مقبل. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والهنا، ويبدل علينا ربي السوايع إن شاء الله، وهاد الأجواء ديال كورونا ربي إن شاء الله يرفعها في رمشة عين يا ربي، آمين. وهذا الشهر المبارك حتى هو يكون حتى هو يدخل يتقبل منا الله سبحانه وتعالى صالح الأعمال، ويتقبل منا الدعاء، ويتقبل منا الصلوات، ويتقبل منا جميع الأعمال الحسنة يا ربي، آمين. وقلت غنبداها ونشاركها معكم، ونبداو على بركة الله باش ما يعني ما يكونش واحد التعليق على البيض اللي دايره في القصعة، لأن راني بديت وعاود قلت غنشعل الكاميرا وغادي نعاود نقتسم معهم هاد الوصفة. هاد الوصفة البنات كتجي غزالة هائلة، فقاس بلدي، الفقاس البلدي يعني ما فيهش داك اللوز وداك الشيء، تيجي غزال في المذاق وتيجي هائل ما تشبعيش منه. انا تنديرو في يعني في اجواء العيد الصغير، كان عندي رسمي كنديرو عندي في العيد الصغير وعندي في المولد النبوي كنسقمو. اذا انا قلت غنشاركها معكم، نبداو على بركه الله. عرض العناصر عندنا هنايا، انا دابا دايره هنا نص عجنه، ما دايرهش عجنه كامله، وبنات غادي يدوبلو طبيعه الحال. عندي هنا ثلاثه ديال البيضات، ثلاثه ديال البيضات او ما هو سبق لي فقستهم هنا في يعني في القصعه. عندنا كاس كبير ديال الحليب، عندنا كاس ما عامرش بزاف ديال الزنجلان، دائما الحجم اللي عابرين به الحليب كنعبروا به العناصر الاخرى. عندنا كاس ديال سنيده كبير كما العاده، عندنا كاس ديال زيت وزبده، نص زبده ونص زيت، وعندنا النافع البلدي هذا قيمت كندير فيه انا شي جوج ولا ثلاثه ديال المعالق، ها نتوما غتشوفوا. وعندنا ماء الزهر قيمت كاس لارب ديال الزهر، وعندنا المسكه الحره مطحونه خلاص، انا كنديرها في هذه القريعه باش كنبقى نستعملها، وخلاص الدقيق حسب العين يعني على حسب الخليط شنو كيتجمع، ما كتجمعوش قاصح بزاف وما كتجمعوش او ميم طون جاري. اذا البنات نبداو على بركه الله في شرع العمل. سمحوا لي انا دائما تندير قريصه ديال الملح، كندير ضروري واحد القريصه ديال الملح باش يجي داك لوغو يعني مختلط بين الملحه وبين السكر. اذا نبداو على بركه الله. اول شيء غادي نبداو به هو يعني سنيده، يعني نشغل نخلطوها مع هذا خلاص، وخماره نسيت ما قلتهاش، هي وحده كنستعملو وحده. اذا على بركه الله تنحاولوا نمزجوا البيض مزيان مع السنيده هكا. هذا راه كيجي هائل، كيجي واحد الدافي، واحد الهشه، واحد القرمشه غزال، تيجي محمر غزال هني. انا صدقوا البنات انا تعجبني هذا كثار من ديال اللوز وداك المسوس، هذا احسن، انا كيعجبني انا لوكود هذا كنفضلو، تيجي هائل مع قهيوه ولا كويس اتاي، تيجي هائل. اذا ملي خدمنا سنيده كنحاولوا نخلطوها مزيان مع البيض، تنضيفوا الزيت والزبده، هي دي كنضيفوا الزيت والزبده
نعاودو نسجو العناصر عاوتاني نبداو جديد هكا. نحاولو يعني كل شيء يتمزج. حنا كنخلطو وحنا كنضيفو العناصر. دابا سمحوا لي انا احتاج لخت يدي، غادي نحل وعاد نعاود ندف كل شيء. قيمت معلقه ديال المسكه حره، ما تخوفوش من المسكه حره، تقولوا تجي مره ولا ابدا ابدا، ما تتغيرش لوكو كاع نهائيا، بالعكس كل ما درتو فيها المسكه ها نتوما ديجا مع مطحونه مع السكر الثقيل مع سكر كلاصي كيجي زوين، كيطحنها مزيان. قيمت معلقه درت ديال المسكه الحره. المسكه الحره كتنسم اوليو ديال الفاني، لان يعني المسكه الحره كنعرفوها كتمشي مع الزنجبيل وتمشي مع النافع البلدي، هذا هو الفقاس البلدي. وخلاص ها النافع، ها جوج، ها ثلاثة، حيت هادي عندي أنا صغيرة تنقبط بها تندير قيمة ربعة. ربعة هي قيمة معلقة كبيرة، وكتزيدي نص الزنجلان كنضيفو ياك، ونخلط العناصر. يجي غزال بالبنات، غير جربوه، يعني ما فيش عناصر كثيره وكيجي في المذاق هائل. انا توسكي يعني غاطو فيه الزنجلان يعني كان تنحمق عليه. انا من بعد ان شاء الله في هاد الاونه هذه، يعني في هاد المرحله اللي تهيئ الحلويات العيد ان شاء الله، غادي نشارك معكم الوصفه ديال الغريبه ديال الزنجلان مع هذا. كتجي غزاله، كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، وغادي نشاركها معكم البنات. هو هذا، احنا دابا غادي نديرو الزهر، قيمته كاس لارض الزهر. هو هذا تنضيفوه، حتى هو هذا، ونضيفو الحليب. وعاد كنضيفو، عاد تنضيفو الدقيق، عاد كنضيفو الدقيق، ومن بعد كنديرو هاد القضية ديال ملي كنضيفو الدقيق تنبقاو نضيفو، عاد كنضيفو الخميرة. الحجم اللي درتو في البودان الأول كتمشيو عليه في لي بودان كاملين. هاهما هادو، هاهما تنحاولو يعني نبعد شويش. هو هذا صافي، على بركه الله. هنا البنات انا شو كنعمل، صفر ديال البيض. ها هو هذا شنو تندير فيه، كندير فيه قليل من الزهر، ماء الزهر، تيحيد ديك الزفره ديال البيض، او ميم طون تيعطي داك لو غابيل، لان الفقاس راه معجون بالزهر باش تيجي داك لو غابيل في سميتو في هذا البيض، او ميم طون كيحيد له ديك الزفره. هي الصفر، انا تندير غير الصفر ديال البيض، وتندهنوا الوجه هكا مزيان، وتنطيبوه على درجه ديال خلاص انا ما تنشعش من الفوق ومن التحت. علاش؟ لان باش ما تيتشقليش الفقاس. كنشعل غير تنسخن الفران مزيان، تندير له ديك 200 درجه حتى كيسخن مزيان ياك، وتنوضعو تنهزو شي شويه، حيت انا عندي الفرن ديال الكتريك، ماشي الناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز راه كيعرفوا كيفاش يطيبوا الفقاس، اما انا طريقتي هي هذه باش ما تيتشقليش وتيبقى خلاص مقاد في الوجه ديالو. اذا كنسخن الفرن على 200 درجه حتى كيسخن مزيان ياك، وتنطرح الفقاس كنشعل عليه غير من التحت، مي تنقص الحراره، ما تنخليش درجه الحراره في 200، تنردها ل 180 وتنخليه يطيب. بما حسيت به طاب تن شويه تشعلو الفوق غير ما تيبقاش مبيض، والبنات راه ما خصوش يطيب بزاف
لان ديروا بحساب عاد غادي يعاود يتقطع، هي العجينه ما تتبقاش خضراء فهمتي، عاود غادي يتقطع وغادي يدخل التحمار. ها هو دا البنات، ها نتوما شفتوا كي جا الشكل ديالو. اذا دابا غادي نوضعو في الفرن هذا يطيب، ومن بعد ملي غيطيب غادي نقطعوه وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. ما تغادرونيش يا بنات، ها نتوما ملي كملت له يعني الطياب قطعته وخليته حتى برد، كنخليه يبرد. وشنو كندير له؟ كنفسك فوطه مزيان بالماء ياك، وتنلمدو فيها وتنخليه حتى كيبرد. ملي تيبرد عاد تنبدا نقطع فيه. علاش؟ لان باش ما تيبقاش يتفرتت وما تيبقاش هذا، تيبقى قابض الحجم ديالو وتيبقى قابض يعني لا فورم ديالو. ما نقولكمش البنات، واحد النكهه طالعه منه ولا اروع، الدبنها ما كاين. تعرفوا داك المزيج ديال النكهه ديال المسكه حره مع النافع مع هذا مع ماء الزهر مع الحليب، وهذا تيعطي واحد النكهه يا سلام ولا اروع. ونتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه البنات، او هذا تيجي غزال، تيجي غزال ما نقولكمش. لا في العيد، انا بعدا في العيد في الفطور ديال صباح العيد هذا خصو يكون ضروري، وكسائر الايام تحطوها هكا مع قهوه مع في هذا مع الفطور. الانسان كاين كيبغي اللي كاين اللي كيبغي الفقاس اكيد يكون عنده في الوجبه ديال الفطور. هذا صحي يعني الزنجله نافع، يعني كله منافع. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتوضعوه على مائدتكم ديال الفطور ديال العيد، لما لا. وبالصحه والراحه البنات، وعواشركم بركه مسعوده وشويش الهمه للواحد يحاول انه تيتنفس مع يعني احنا السيدات ملي كندخلوا المطبخ يعني كنلقاو ذاتنا فيه كما سبق لي قلت لكم، ويعني وتنحاولوا اننا نبتكروا شي وصفات ونقدوا مسائلنا ونطولوا طبيلتنا. هذه هي المراه المغربيه الحمد لله، يعني كلها تاويل كلها سماق كلها ابداع الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى. وكما قلت لكم عواشكم بركه مسعوده بالصحه والهنا، وان شاء الله يا ربي يجيب لنا العيد على خير وبخير، ويلقانا كلنا مهنيين وفرحانين وسعدانين. وان شاء الله هذا الوباء يرفع علينا سيدي ربي، بقى امر الله سبحانه وتعالى هو اللي كنتظروه باش ربي سبحانه وتعالى ينعم علينا بحريتنا. لان في الحقيقه البنات انا شخصيا انا كنحكم على ذاتي وعلى نفسي، يعني ديك راها نعمه الحريه، نعمه من نعم الله انك يعني تخرج فوق ما بغيتي، انك تدخل فوق ما بغيتي، انك لمجرد انك تخرج تشم غير الهواء. هي الهواء الان صبحنا محرومين منه، علاش؟ لان ربي ابتلانا بواحد الوباء اللي قنده الا خرجتو راكم غادي تجيبوا يعني كيقال هذاك نهايتكم. ولذلك نطلب الله سبحانه وتعالى في هاد يعني في هاد الايام اللي جايه في القدر وايام الله كلها هذا كلها ندعو فيها، ولكن هادي نكتفوا الدعاء ونكتفوا الصلوات ونكتفوا يعني نطلب الله سبحانه وتعالى من رحمته، ما يخرجناش من رحمته. هادشي اللي تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء يعني في وصفة أخرى بإذن الله، ننتظروا هذه السلسلة البسيطة المتواضعة ديال لي كاطو اللي وجدتو غادي نحط إن شاء الله في يعني العيد ديالي إن شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى الملتقى يعني في فيديو آخر بإذن الله.